عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بتلاميذ مدرسة عشتار الابتدائية الأهلية. المادة رياضيات للصف السادس الابتدائي، معلمة المادة رويدة علي. أهلا وسهلا بكم حبايبي الحلوين. درسنا لهذا اليوم هو الأشكال الرباعية. الأشكال الرباعية ادي درسنا لهذا اليوم هو الأشكال الرباعية. الأشكال الرباعية مثل المربع، المستطيل، متوازي الأضلاع، المعين، ذن يكونهن أشكال رباعية. أشكال رباعية. رح نبدي بأول شكل رباعي هو المستطيل. المستطيل ناخذ صفات المستطيل أو خواص المستطيل. في المستطيل إحنا أخذنا اليوم خواص المستطيل، لكن شوية نراجعها بشكل سريع. المستطيل له شنو؟ كم ضلع؟ هنا طبعا 4 أضلاع، لكن في المستطيل كل ضلعين متقابلين، يعني هذا الضلع مقابل هذا الضلع أو هذا الضلع مقابل هذا الضلع. إذن كل ضلعين متقابلان، متوازيان ومتساويان. بعد جميع زوايا المستطيل تكون قائمة الزاوية، زوايا المستطيل تكون قائمة. أقطار المستطيل تكون متناصفة ومتساوية، متناصفة ومتساوية نكتبهن. إذن كل ضلعين متقابلين متساويان بالطول، كل ضلعين متقابلين متوازيان، زواياه 4 قوائم، قطراه متناصفان ومتساويان. قلنا متناصفان يعني واحد ينصف الآخر، وذني النقطتين احنا جمعناهن اليوم بنقطة واحدة، هي كل ضلعين متقابلين هما متساويان ومتوازيان. زين، ننتقل إلى الشكل الرباعي، يعني هاي هنا هذا الضلع ويا هذا الضلع، وهنا متوازيان، وهنا الأقطار متناصفة ومتساوية، يعني متساوية، يعني إذا هذا 5 سنتيمتر هذا أيضا لازم يكون 5 سنتيمتر. ننتقل إلى الشكل الرباعي الآخر وهو المربع. المربع، المربع تقريبا نفس خواص المستطيل أيضا، كل ضلعين متقابلين متساويان بالطول ومتوازيان، يعني هذا يوازي هذا الضلع وهذا الضلع يوازي هذا الضلع، وأيضا متساويان. نقطة رقم 2، جميع أضلاع المربع متساوية، يعني إذا هذا نفرض 6 أو 8 سنتيمتر هذا لازم 8 سنتيمتر، وهذا لازم أيضا 8 سنتيمتر، وهذا لازم أيضا 8 سنتيمتر. ليش؟ لأن حسب خاصية المربع جميع أضلاعه متساوية، جميع أضلاعه متساوية. أقطاره تكون متناصفة ومتساوية ومتعامدة، يعني قطر عمودي على الآخر، وأيضا زواياه تكون، جميع زواياه تكون قائمة. إذن في المربع نكتبهن جميع أضلاعه متساوية، كل ضلعين متقابلين متوازيان ومتساويان، زواياه 4 قوائم، قطراه متناصفان ومتساويان ومتعامدان. هنا يعني هذا الضلع يساوي هذا الضلع يساوي هذا الضلع يساوي هذا الضلع، وأكيد أقطاره متناصفة ومتساوية ومتعامدة. ننتقل إلى الشكل الآخر، هو متوازي الأضلاع. متوازي الأضلاع، حيث في متوازي الأضلاع فيه متوازي الأضلاع. اليوم أخذنا ما عدينا زاوية قائمة، ما أقدر أقول لمتوازي الأضلاع زاوية قائمة. متوازي الأضلاع فيه نوعين من الزوايا، يا أما زوايا متقابلة أو زوايا متتالية. لكن خلنا نأخذ الخواص المشتركة، وهي كل ضلعين متقابلين شبيهن متوازيان ومتساويان، يعني هذا الضلع مقابل هذا الضلع وهذا الضلع مقابل هذا الضلع. إذن كل ضلعين متقابلان متوازيان ومتساويان. بعد النقطة الأخرى، قطراه متناصفان، يعني قطر ينصف الآخر، قطراه متناصفان. والنقطة الثالثة، هنا عندي كل زاويتين متقابلتين، يعني هاي الزاوية مقابل هاي الزاوية وهاي الزاوية مقابل هاي الزاوية. إذن
كل زاويتين متقابلتين متساويتان بالقياس والزوايا المتتالية، كل زاويتين متتاليتين يعني مثلا هنا زاوية وهاي الزاوية، هاي الزاوية ويا هاي الزاوية، ها تسمى زوايا متتالية. شبيه الزوايا المتتالية تكون مجموعهما 180 درجة. ناخذهن كل ضلعين متقابلين متساويان بالطول، كل ضلعين متقابلين متوازيان، كل زاويتين متقابلتين متساويتان بالقياس، قطراه طبعا متناصفان، وكل زاويتين متتاليتين مجموعهما 180 درجة، مجموعهما 180 درجة. ناخذهن هنا، هنا الأضلاع المتساوية، هنا الأضلاع المتوازية، وأكيد قطراه متناصفان. ملاحظات مهمة اللي هي هاي تعتبر هي من ضمن الخواص يعني، لكن هي هاي أهم شيء، أهم شيء بخواص متوازي الأضلاع اللي راح أعتمد عليها بحل النشاطات، وهي أولا كل زاويتان متقابلتان في متوازي الأضلاع متساويتان بالقياس. نعيد، كل زاويتان متقابلتان في متوازي الأضلاع متساويتان بالقياس. نقطة رقم 2، كل زاويتان متتاليتان في متوازي الأضلاع مجموعهما يساوي 180 درجة. إذن عندي زاويتين متقابلة يعني مثلا هاي الزاوية وهاي الزاوية هاي متقابلة، هاي الزاوية وهاي الزاوية متقابلة في متوازي الأضلاع تكون شنو؟ متساوية بالقياس. والزوايا المتتالية يعني هاي ويا هاي متتالية، هاي الزاوية مع هاي الزاوية متتالية، إذن تكون مجموعهما يساوي 180 درجة. نشاط رقم 1، نشاط رقم 1 ادينا هذا متوازي الأضلاع ألف باء جيم دال، في متوازي الأضلاع ألف باء جيم دال، قياس زاوية جيم، هذني طبعا الزوايا، ذني الزوايا، يقول قياس زاوية ألف 70 درجة، قياس زاوية ألف 70 درجة، قياس زاوية ألف يساوي 70 درجة. يريد من عندي جد قياس زاوية جيم، جد قياس زاوية جيم، طبعا أني هنا قياس زاوية جيم تساوي 70، لأن كل زاويتان متقابلتين في متوازي الأضلاع متساويتان بالقياس. نرجع على الرسم ونشوفها. هنا قياس زاوية ألف مطياني بالسؤال وهي 70، 70 درجة. زين قياس زاوية جيم إيش قد؟ قياس زاوية جيم إيش قد؟ قياس زاوية جيم تساوي أيضا 70، أيضا 70. ليش تساوي 70؟ لأن زاويتين متقابلتان، هاي متقابلة وهاي قبالها يعني، إذا زاويتان متقابلتان، إذا كل زاويتان متقابلتان يكونان متساويتان بالقياس، متساويتان بالقياس. ننتقل إلى نشاط رقم 2، نشاط رقم 2 في متوازي الأضلاع ألف باء جيم دال، شوفوا هنا اختلف ألف باء جيم دال، مطيني هنا قياس زاوية ألف، قياس زاوية ألف يساوي 85 درجة، 85 درجة. جد قياس زاوية باء، وين زاوية باء؟ هاي هنا، هنا عندي زاوية باء، يعني إذا هنا تكون متتالية وإذا مقابلها تكون شنو؟ إذا هنا مقابلها تكون زوايا متقابلة. إذا قياس زاوية باء إيش قد يساوي؟ قياس زاوية باء عندي أنا قلت كل زاويتان متتاليتان مجموعهما يساوي 180 درجة. إذا هنا اكتب قياس زاوية باء اللي هي أنا أريد أطلعها، هاي الزاوية قياس زاوية باء يساوي، أنا مو قلت إينا مجموع الزاويتين المتتاليتين يساوي 180 درجة، يعني أنا هنا أنقص
180 درجة طرح 85 درجة. هي مطياني أني بالسؤال طرح 85 درجة ويساوي 180 ناقص 85 إيش قد يصير؟ يصير هنا 95 درجة. 95 درجة. إذن قياس زاوية باء تساوي 180 ناقص 85 ويساوي 95 درجة. 95 درجة. الآن بما أنه هاي طلعتها ويساوي 95 درجة، إذن قياس زاوية دالج قد هي مقابلها، قياس زاوية دالج قد راح تساوي أيضا 95. نكتبها طبعا، من تكتبون هنا لازم تكتبون السبب، لأن كل زاويتان متتاليتان في متوازي الأضلاع مجموعهما يساوي 180 درجة. لازم تكتبون السبب، لأن سيقول لكم ها من طلعتوها، ها من أي خاصية أنتوا استخرجتوا هذا الناتج. لازم تكتبون السبب، لأن كل زاويتان متتاليتان، يعني هاي الزاوية وراها هاي الزاوية، يعني متتالية، لأن كل زاويتان متتاليتان في متوازي الأضلاع مجموعهما يساوي 180 درجة. زين، هنا عدي، إذن قياس زاوية باء يساوي 95 درجة. 95 درجة. زين، انتقل الى قياس زاوية الدال، بما انه هي مقابلها، اذا ايضا قياسها 95 درجة، حسب يا خاصية، حسب خاصية متوازي الاضلاع تقول كل زاويتان متقابلتان في متوازي الاضلاع تكون متساويتان بالقياس. اذا قياس زاوية الدال تساوي 95 درجة. 95 درجة. لماذا؟ لأن كل زاويتان متقابلتان في متوازي الأضلاع متساويتان بالقياس. نعيد، لأن كل زاويتان متقابلتان في متوازي الأضلاع متساويتان بالقياس. متساويتان بالقياس. إذن قياس زاوية الدال تساوي 95 درجة. المعين. المعين عندي هنا، هذا هو شكل المعين، ألف باء جيم دال، هذا هو شكل المعين. ناخذ خواص المعين. أولا، جميع أضلاعه متساوية، يعني هذا الضلع يساوي هذا الضلع يساوي هذا الضلع يساوي هذا الضلع، إذن جميع أضلاعه متساوي. فلنفرض إذا أعطاني ضلع ألف باء مثلا 5 سنتيمتر، يعني ضلع باء جيم 5 وضلع جيم دال 5 وضلع دال ألف أيضا 5، إذن جميع أضلاعه متساوية. جميع أضلاعه متساوية. ثانيا، كل ضلعين متقابلين متوازيان. هنا قلت هاي راح تتكرر علي، هاي أخذناها النقطة، كل ضلعين متقابلين متوازيان ومتساويان، أخذناها بالمربع وبالمستطيل وتوازي الأضلاع والمعين أيضا، كل ضلعين متقابلين متوازيان وأيضا متساويان، لأن هنا جميع أضلاعه متساوية. نقطة رقم 3، زواياه الأربعة ليست قوائم. ليست قوائم. أنا خلني أتذكر، المربع والمستطيل زواياه قوائم، متوازي الأضلاع تكون زواياه عدة زاويتين متتالية وزاويتين متقابلة. زين، المعين لديه، يقول هنا زواياه الأربعة ليست قوائم. ليست قوائم. زين، عندي هنا يجي أسئلة ببالكم، هل المعين هو نفس المربع؟ هل المعين هو المربع؟ لا، المعين هو مو نفس المربع، لأن المربع زواياه الأربعة قوائم. زين، المعين خواصة جدا تقول زواياه الأربعة ليست قوائم، إذن المعين ليس مربع. المعين ليس مربع. السبب، لأن زوايا المربع قوائم والمعين زواياه ليست قوائم. إذن السؤال، هل المعين هو مربع؟
نكتب كلا، لأن المربع زواياه الأربعة قوائم، زواياه الأربعة قوائم. زين، السؤال الثاني، هل هذا المعين هو نفسه متوازي الأضلاع؟ هل المعين هو متوازي الأضلاع؟ هل المعين هو نفسه متوازي الأضلاع؟ أنا عندي هنا نعم، المعين هو نفسه متوازي الأضلاع، لأن كل ضلعين متقابلين متوازيان ومتساويان، نكتبها لأن في متوازي الأضلاع كل ضلعين متقابلين متساويان ومتوازيان، يعني هذا الضلع يوازي هذا الضلع وأيضا يساوي. زين، هل كل، زين نعكس السؤال هذا، هل كل متوازي الأضلاع هو معين؟ هل كل متوازي الأضلاع، نكتبه، هل كل متوازي الأضلاع هو معين؟ الإجابة كلا. زين ليش هنا هل كل متوازي الأضلاع هو معين؟ شنو السبب هنا؟ شنو السبب؟ السبب لأن المعين جميع أضلاعه متساوية، وأنا تذكرون متوازي الأضلاع ما عندي، بس كل ضلعين متقابلين ومتساويين، هما متساويان ومتوازيان، يعني متوازي الأضلاع هو مو معين. كلا، نكتب السبب كلا، لأن المعين جميع أضلاعه متساوية. إذا نعيد الأسئلة، هل المعين هو مربع؟ كلا، لأن المربع أنا أخذت جميع زواياه الأربعة قوائم، المعين ليست قوائم. زين، هل المعين هو متوازي الأضلاع؟ نعم حسب خاصية، لأن في متوازي الأضلاع كل ضلعين متقابلين متساويان ومتوازيان. زين، هل متوازي الأضلاع هو معين؟ هل متوازي الأضلاع هو معين؟ بالعكس، هل متوازي الأضلاع هو معين؟ كلا، لأن المعين جميع أضلاعه متساوية، لأن المعين جميع أضلاعه متساوية، وأني متوازي الأضلاع مو جميع أضلاعه متساوية. تمام؟ الآن ننتقل إلى نشاط رقم 3. في المعين ألف باء جيم دال، ألف باء جيم دال، يقول لي هنا قياس زاوية جيم، هاي قياس زاوية جيم تساوي 70 درجة، 70 درجة. جد قياس زاوية ألف، قياس زاوية ألف، ده شوفون هاي جيم هاي ألف، يعني شو يسمو هاي الزوايا؟ شو يسمو هاي الزوايا؟ زاويتين متقابلة، والزوايا المتقابلة شو تكون؟ نفس القياس، الزوايا المتقابلة تكون نفس القياس. إذن نكتبها قياس زاوية ألف، الآن أريد أطلعها، يساوي قد يساوي قياس زاوية ألف نفسها اللي هي 70 درجة، 70 درجة. لماذا السبب؟ السبب لأن كل زاويتان، هنا نكتبها 70 درجة، السبب لأن كل زاويتان متقابلتان متساويتان بالقياس، لأن كل زاويتان متقابلتان، يعني هاي الزاوية مقابل هاي الزاوية متساويتان بالقياس، تكون متساويتان بالقياس. زين، المطلب الثاني قياس زاوية باء، هاي قياس زاوية باء، ايش قد هنا قياس زاوية باء؟ نكتبه قياس زاوية باء يساوي، أنا حسب عدي هنا قياس زاوية ألف وباء، قياس زاوية ألف وباء، إيش قد هنا؟ هاي شي يسموها الزوايا، أو قياس جيم وباء، جيم وباء، هاي يسموها زوايا متتالية، يعني وحدة ورا الأخ، وحدة ورا الأخ، زوايا متتالية، يعني هاي ألف باء، باء جيم، ذني يسموها زوايا متتالية، يعني وحدة ورا الأخ، وحدة ورا الأخ، إذا زوايا متتالية، زوايا المتتالية تكون مجموعهما 180 درجة، إذا شو سوينا؟ أطرح 180 طرح 70 درجة ويساوي 110، 110 هنا درجة، هاي يساوي شنو؟ قياس زاوية باء، قياس زاوية باء تساوي 110 درجة، 110 درجة. السبب لأن هاي زوايا متتالية، وأنا أعرف الزوايا المتتالية لازم يكون مجموعها 180 درجة، نكتب السبب، طبعا هذا لازم تكتبوا السبب وزار يعتبر، لأن
كل زاويتان متتاليتان مجموعهما يساوي 180 درجة. 180 درجة. انتقل الآن إلى شبه المنحرف. شبه المنحرف، شبه المنحرف هذا هنا شكله، هذا هو شكل شبه المنحرف، هذا هو شكل شبه المنحرف. شبه المنحرف بي أيضا يعني الخواص. طبعا شبه المنحرف ألف باء جيم دال، ألف باء جيم دال. يكون خواص شبه المنحرف هو شكل رباعي، هو شكل رباعي بأربع زوايا وأربع أضلاع، فيه ضلعين متقابلين فقط متوازيان، يعني هذا الضلع يوازي هذا الضلع. الضلعين المتوازيان هن ذني، قلنا التوازي يعني إذا أمد أمد هنا أمدها هنا أبد ما راح تتقاطع، إذا أمدها هنا أبد ما تتقاطع. إذن في فقط ضلعين متوازيين هو ألف باء ودال وجيم، ذني المتوازيات، ذني متوازيان، ويسميان أو يسميان قاعدتي شبه المنحرف، قاعدتي شبه المنحرف. إذن هو شكل رباعي، هو شكل رباعي فيه ضلعين متقابلين، يعني هذا الضلع مقابل هذا الضلع فقط متوازيان. هذا الضلع ألف باء يوازي الضلع دال جيم، إذن فيه ضلعين متقابلين فقط ومتوازيان، يسميان ذني الضلعين ألف باء ودال وجيم قاعدتي الشبه المنحرف. يعني قاعدته يعني إذا أثبت هنا، إذا هنا راح يثبت ما راح يوقع، يعني مثل ما نقول الشكل أو يعني هو كمجسم. إذن هنا هذا هو قاعدتي شبه المنحرف، قاعدتي شبه المنحرف. زين، إن الضلعين المتقابلين الآخرين، زين أنا عدي هنا هذا الضلع ويا هذا الضلع متوازي، زين وذني الضلعين شبيهن ألف دال والضلع باء وجيم شبيهن هن غير متوازيان، لأن لو أمدهن 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 راح يتقاطعن عند نقطة معينة. لو أمد هذا الضلع باء جيم لو أمده راح يتقاطع عند نقطة معينة، أيضا نفس الضلع دال ألف لو أمده هنا لو أمده راح يتقاطع عند نقطة معينة. إذا عندي شبه المنحرف بي ضلعين متوازية وبي ضلعين غير متوازية، هذا الضلع ويا هذا الضلع متوازية، وألف دال وباء وجيم غير متوازية. هذني إذا ألف وباء ودال وجيم يسميان أو يسميان قاعدتي شبه المنحرف. زين ألف ودال وباء وجيم شو تسميان؟ ساقي شبه المنحرف، ساقي شبه المنحرف. إذن ذني الساقين ويكونان غير متوازيان، وذني يكونن القاعدتي ويكونان متوازيان، متوازيان. إذن متوازيان غير متوازيان، هاي تسمى القاعدة وهنا تسمى الساق للشبه المنحرف. هنا هاي الزوايا المتتالية تعتبر أو زاويتان، هي الزوايا المتتالية نفسها زوايا داخلية. قياس زاوية ألف زائد دال يساوي 180، قياس زاوية باء زائد قياس زاوية جيم أيضا 180 درجة. عدي هذا أيضا يسمى شبه المنحرف، لكن إيش بيه هذا؟ يمكن أن يكون شبه المنحرف قائم الزاوية، تلاحظون هنا قائم الزاوية، هنا قائم الزاوية. يمكن أن يكون شبه المنحرف قائم الزاوية عندما يكون أحد أضلاعه عموديا على قاعدتي، يعني هو شبه المنحرف أحد أضلاعه هذا هنا يكون عمودي، عمودي على أحد قاعدتي شبه المنحرف. ناخذ هنا مثال رقم واحد في شبه المنحرف ألف باء جيم دال. ألف باء جيم دال يقول لي هنا ألف باء، أنا مو قلت هنا شبه المنحرف بي ضلعين متوازيان وضلعين غير متوازيان. الضلعين المتوازيان هما ألف وباء يوازي دال وجيم، والغير متوازيان هما ألف ودال وباء وجيم غير متوازيان. إذن في شبه المنحرف ألف باء جيم دال تكون
ألف باء يوازي جيم دال أو دال جيم. قياس زاوية جيم 50 درجة. جد قياس زاوية ألف. قياس زاوية ألف هنا مو متقابلة، هنا ما عندي قياس زوايا متقابلة، هنا مجرد زاويتين داخليتين مجموعهما 180 درجة. إذا هنا أنا عندي هنا 50، وأني أعرف من خواص شبه المنحرف تكون الزوايا الداخلية إليه تساوي 180 درجة. إذا نكتب هنا قياس زاوية باء، قياس زاوية باء نكتبها قياس زاوية باء تساوي قياس زاوية باء هنا الآن أريد أستخرجه تساوي 180 درجة طرح 50 درجة وتساوي 130. إذا هاي هنا 130 قياس زاوية باء، قياس زاوية باء. إذا هنا قياس زاوية دال تساوي أيضا 180 طرح 140 يساوي هنا 40، يساوي 40 طبعا درجة، 40 درجة. هنا مو تخربطون، مو هنا تكتبون قياس زاوية الدال هي 130، ما يصير هنا، ما يصير أيضا تكتبون قياس زاوية الدال 130، لأن أنا هنا ما عندي زوايا متقابلة في شبه المنحرف، ما عندي مو هنا زوايا متقابلة. هسه هنا مبينة منا هنا 140، هنا هاي الزاوية 50، يعني هاي مو متقابلة، مو هنا تكتبون زوايا متقابلة، يعني هاي الزاوية 140، يعني هاي لازم 140. الزوايا المتقابلة والمتتالية فقط في متوازي الأضلاع، أما شبه المنحرف مجرد عدي زوايا داخلية، زوايا داخلية، ومجموع الزوايا الداخلية تساوي 180 درجة، مجموع الزوايا الداخلية تساوي 180 درجة. يعني أنا هنا مدام مطيكم هنا، إذا أريد أطلع زاوية باء، إذا أريد أطلع زاوية باء مجرد هنا أطرح، مو هنا ويا الجيم، ويا هنا عدي الجيم، إذا هنا أطرح 180 طرح 50 يساوي قياس زاوية أي زاوية؟ قياس زاوية باء، قياس زاوية باء. أما قياس زاوية دال أيضا لا عبالكم هنا 130 درجة، هنا لا، لأن هي مو زوايا، هنا ما تعتبر زوايا متقابلة، هنا فقط عدي زوايا داخلية، زوايا داخلية يعني بداخل الشكل، يعني بداخل الشكل فسميناها زوايا داخلية. إذا قياس زاوية دال تساوي أيضا 180 طرح 140. هذا عدج، هاي هنا عندكم حبايبي، هنا هاي يعني من أريد أطلع الدال لازم أطرحها من الألف، وهنا نفس الشيء من أريد أطلع الباء لازم أطرح 180 من قياس زاوية جيم، يعني هاي واحد وهاي واحد، هاي واحد وهاي واحد. مو هنا مثلا تقولون قياس زاوية باء أعتمد على زاوية ألف، لا، هاي هنا وكأنه الساقين واحد، وكأنه أنا هنا عدي الساقين واحد، يعني هاي هنا أطلعها، هذا كله يعتمد على نفس الجهة، نفس الجهة. إذا قياس زاوية باء، قياس زاوية باء يساوي 180 اللي هو مجموع الزوايا الداخلية طرح 50 ويساوي 130 درجة. أما قياس زاوية دال، قياس زاوية دال يساوي أيضا 180 اللي هو مجموع الزوايا الداخلية طرح 140. إذا هنا 40 درجة، 40 درجة. لو تلاحظون إذا تجمعون 40 زائد 140 راح يطلع لكم 180. هنا نفس الشيء إذا تجمعون 130 زائد 50 راح تطلع لكم 180. إذا الحل صحيح، إذا الحل صحيح. أنتقل إلى مجموع زوايا الشكل الرباعي، مجموع زوايا الشكل الرباعي. أنا عندي الأشكال الرباعية الأغذتين، هاي هنا هذا الشكل، هاي هنا المربع، المستطيل، زين، ذني المستطيل، متوازي الأضلاع، هاي هنا شبه المنحرف، ذني كلهن شبيهن أشكال رباعية.
ذني الأشكال الرباعية مجموع زواياه نشكيد. أريد هسه نشوف. بما أنه مجموع زوايا المثلث يساوي 180 درجة، سأني هاي إذا أقسمها هذا رح يصير مثلث وهذا مثلث، هذا مثلث وهذا مثلث آخر، هذا مثلث رقم واحد وهذا مثلث رقم اثنين. بالنسبة للمربع متوازي الأضلاع، وإهنا إذن مجموع زوايا الشكل الرباعي، مجموع زوايا الشكل الرباعي تساوي مجموع زوايا مثلثين، مجموع زوايا مثلثين ويساوي 180 ضرب 2 يساوي 360. 360 يعني إذا أجمع جميع زوايا الشكل الرباعي لازم تطلع لي 360 درجة. 360 درجة. فإذا يطياكم كفراغ، مجموع زوايا الشكل الرباعي فراغ، أنتوا راح تكتبون 360 درجة. أيضا يعطيكم فراغ، مجموع زوايا أي مثلث يساوي فراغ، تكتبون 180 درجة. 180 درجة. هنا عندي هاي الزوايا، مجموع الزوايا الداخلية للشكل الرباعي، مجموع الزوايا الداخلية يعني ذني الداخلية بداخل الشكل، مجموع الزوايا الداخلية للشكل الرباعي تساوي 360 درجة. 360 درجة. انتقل الى رسم الاشكال الرباعية، رسم الاشكال الرباعية. اول شيء راح نبدي به هو رسم متوازي الاضلاع، رسم متوازي الاضلاع، حيث لرسم متوازي الاضلاع فيه الف باء جيم دال، فيه جد طول او عفوا طول جيم دال يساوي 4 سنتيمتر، وطول جيم باء يساوي 3 سنتيمتر. قياس زاوية جيم يساوي 75 درجة. 75 درجة. الآن أبدي أرسم. أول خطوة بالرسم هو أبدي هنا. أول شيء شمطيكم طول الضلع جيم دال أو طول قطعة المستقيم جيم دال يساوي 4 سنتيمتر، يساوي 4 سنتيمتر. إذن هنا نكتبها هاي القطعة، هاي قطعة المستقيم أو الضلع هنا جيم دال. زين ليش هنا خليت جيم دال؟ ليش مو هنا الجيم وهنا الدال؟ هاي مو هنا بكيفكم انتو تختارون، هنا خلي الدال وهنا جيم أو هنا جيم وهنا الدال، مو هاي بكيفي، هاي حسب الزاوية. بما انه كاتب لكم قياس زاوية جيم، قياس زاوية جيم يعني هنا هاي راح تكون الزاوية، هاي منا أنا من أرسم الزاوية، منا راح أرسمها، منا راح أرسمها. إذن هنا لازم تثبتون حرف الجيم، لازم تثبتون الحرف جيم هنا. إذن قياس زاوية جيم يساوي 75 درجة. إذن نكتب الخطوة، هاي كلها مطلوبة يعني منا الحل، هاي هنا ترسمون وتكتبون قدامها سويتوا. طبعا هنا طول الضلع جيم دال يساوي 4 سنتيمتر، يساوي 4 سنتيمتر. نكتبها اول خطوة، نرسم، نرسم جيم دال، جيم دال طوله 4 سنتيمتر. طبعا باستعمال المسطرة، باستعمال المسطرة تستعملوها وتشوفون 4 سنتيمترات وترسمون، وترسمون. إذن هنا نرسم جيم دال طوله 4 سنتيمتر باستعمال المسطرة، باستعمال المسطرة. نقطة رقم 2، نقطة رقم 2، أنا مو هنا عدي جيم وهنا عدي دال. زين هنا دي يقول لي قياس زاوية جيم يساوي 75 درجة، يساوي 75 درجة. إذن هنا طبعا هذا الضلع طوله 4 سنتيمتر. هنا تستخدمون من تريدون ترسمون الزاوية مو بكيفكم، هنا تستخدمون المنقلة، هاي المنقلة هذا شكلها، هذا شكل المنقلة، هذا شكل المنقلة، هيك تكون نصف دائرة. اذا قياس زاوية جيم يساوي 75، تشوفون هنا طبعا من الصفر تدرجاتها الى هنا،
هاي هنا عندي تشوفون 75 وينها هنا، تخلون خط صغير لي فوق وتبدون توخروها للمنقلة وتجرون هذا الخط. صار طبعا هذا الخط ايش قد طوله؟ هنا جيم با لازم تحددوه 3 سنتيمتر، يعني مو بكيفكم ان تخلون الطول، لازم على حسب المطيكم بالسؤال. هنا 3 سنتيمتر يعني هذا لازم يكون طوله 3 سنتيمتر. اذا هنا النقطة الثانية، نرسم من نقطة جيم، من نقطة جيم هنا ارسم واثبت المنقلة. راح تلاحظون بالمنقلة العدو منقلة هنا جفت دائرة صغيرونة كلش بطنها يجي، هاي منها هي نقطة الزاوية تعتبر، هاي نقطة الزاوية اخليها بنهاية هذا الضلع، نهاية هذا الضلع اخليه هنا اثبت المنقلة وابدي احدد الزاوية وارسمها. زين اذا هنا نرسم من نقطة جيم، راح ارسم من نقطة جيم زاوية قياسها 75 درجة طبعا باستعمال المنقلة، ثم نحدد طول جيم باء، جيم باء وهو 3 سنتيمتر، 3 سنتيمتر. زين نقطة رقم 3، انه اني مجرد اكمل هذا يعني شلون ارسمه، هو دال الف، نرسم دال الف يوازي جيم باء، نرسم دال الف يوازي جيم باء، نعيد نرسم دال الف يوازي جيم باء، وطبعا بنفس القياس لان كل ضلعين متوازيان متساويان، متساويان بالطول، يعني انا هنا لازم نفس القياس، هذا 3 سنتيمتر لازم هذا ايضا 3 سنتيمتر. زين هنا عندي وراها نقطة رقم 4، مجرد اصل بين نقطة باء ونقطة الف، او نقطة الف ويا نقطة باء اوصلهن، وطبعا راح تصير نفس القاعدة لهذا متوازي الاضلاع. اذا هنا نصل بين النقطتين الف وباء فنحصل على متوازي الاضلاع، حصلت على متوازي الاضلاع. زين ناخذ نشاط رقم 1، ارسم متوازي اضلاع الف باء جيم دال فيه طول الف باء يساوي 6 سنتيمتر، طول باء جيم يساوي 3 سنتيمتر، قياس ألف باء جيم، ألف باء جيم يساوي 120 درجة، يساوي 120 درجة. إذا هنا يريد من عدي أرسم متوازي الأضلاع ألف باء جيم دال، مطيني عدي هنا المعلوم هو طول ألف باء، مطيني باء جيم، إذا شقد يساوي الزاوية؟ 120 درجة. إذا هنا أولا أرسم المستقيم، المستقيم شو اسمه هذا؟ باء جيم، عفوا هنا أبدي بطول هذا المستقيم هو ألف باء، ألف باء نبدي هنا ألف باء، ألف باء. زين ليش هنا أنا ما خليت هنا الألف وهنا الباء؟ ليش هنا ما خليت الألف؟ هنا لأن هاي الزاوية بالنص هي باء، زاوية بالنص هي باء، يعني هاي راح ارسم منها الزاوية، هاي هنا هاي زاوية باء اللي هي راح اثبت عليها المنقلة وارسم الزاوية، هي اللي ارسم الزاوية. زين اللي هي 120 درجة. زين هنا عدي اذا اولا ارسمت الف باء، الف باء اذا نكتبها، وطبعا هاي شقد 6 سنتيمتر، 6 سنتيمتر هنا نكتبها، نرسم ألف باء، ألف باء طوله 6 سنتيمتر باستعمال المسطرة، باستعمال المسطرة. وراها شو أسوي هنا؟ باء وهنا ألف، هنا 6 سنتيمتر، أجيب هنا عدي المنقلة، أثبت عدي هنا المنقلة، ده شوفون هاي هنا الدائرة، هاي تكون بنهاية، بنهاية هذا المستقيم هيج، وكأنه أنا هسه عدي منقلة. هاي هنا اثبتوها، هاي هنا ثبتوها وشوفون وين هنا ايش مكتوب؟ 120، 120 وين 120؟ هنا على هاي من هنا تبدون، هاي 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120، يعني من هنا
يجي ترسموها. تشوفون شلون رسمتها؟ يعني يجي رسمتها هاي 120 درجة، 120 درجة. زين شقد قياس هذا الضلع؟ باء جيم اللي هي هنا راح تصير الجيم، طبعا 3 سنتيمتر، 3 سنتيمتر. اقيسهن بالمسطرة، 3 سنتيمتر يعني اكمل. اذا هنا نقطة رقم 2، نرسم من نقطة باء، نرسم من هاي النقطة، من نقطة باء زاوية قياسها 120 درجة باستعمال المنقلة. هاي هنا باستعمال المنقلة. ثم نحدد طول باء جيم، باء جيم وطوله 3 سنتيمتر، 3 سنتيمتر. الآن أرسم هذا الخط اللي هي بالنقطة رقم 3، نكمل. نقطة رقم 3، نقطة رقم 3، مجرد أني أرسم ألف دال، ألف دال يوازي باء جيم، ألف دال. إذن هنا نرسم ألف دال يوازي، ألف دال يوازي باء جيم، يوازي باء جيم أو جيم دال حسب اللي يعجبكم، باء جيم أو جيم دال. وبطول إيش قد بتطيني أنا بالسؤال؟ 3 سنتيمتر، 3 سنتيمتر. نقطة رقم 4، نقطة رقم 4، أنا هو هذا متوازي الأضلاع، متوازي الأضلاع. مجرد عدي أني أصل بين النقطة جيم ودال، أصل بين النقطة جيم ودال، وصلت صار عدي متوازي الأضلاع، أصبح لدي متوازي الأضلاع. إذن هنا نقطة رقم 4 نصل بين النقطتي دال وجيم فنحصل على متوازي الأضلاع، فنحصل على متوازي الأضلاع. والآن أنتقل إلى رسم المعين، رسم المعين. عندي هنا ناخذ نشاط رقم 2، طبعا رسم المعين وأعطيكم أنتم مثال موجود عندكم، لكن إحنا نحل النشاط. نشاط رقم 2، ارسم معينا، ارسم معينا ألف باء جيم دال وفيه طول ألف باء يساوي 5 سنتيمتر. قياس زاوية باء جيم دال، باء جيم دال يساوي 50 درجة، 50 درجة. تلاحظون هنا يعني هنا الجيم هي الجيم اللي راح تصير أرسم من عدها الزاوية. إذا أني هنا من راح أحدد الضلع، أني هنا من راح أحدد الضلع راح يصير يا ضلع هنا، إذا هنا جيم هنا ثابتة الجيم، مدام هنا عدي جيم يعني من نائب جيم، إذا راح تصير الضلع أثبت هنا. هاي مو هنا رسمت هذا الضلع أو الخط، هاي هنا راح تصير هنا الجيم، هاي الجيم لأن أنا هنا عدي جيم، جيم باء. زين ليش مو جيم ألف؟ لأن أنا هنا عدي ألف باء، هنا باء جيم، يعني هنا باء جيم، باء جيم. وهاي الجيم هي الثابتة الآن راح أرسم من عدها الزاوية، أنا راح أرسم من عدها الزاوية، يعني هاي هنا الجيم، هاي هنا الجيم. هسه وقالي هنا أخلي ألف لو دال لو، ألف لو دال لو باء، هنا تخلون الباء. زين ليش أنا هنا خليت الباء؟ لأن هي الزاوية بدت، مدام هنا جيم يعني قريت الزاوية من باء جيم دال، باء جيم يعني هنا إذا أريد أوصل دال، وهنا إيش راح يصير؟ ألف. إذن هنا نكمل أول خطوة أني كملتها، أرسمت هو باء جيم، باء جيم، حيث باء جيم إيش قد؟ 5 سنتيمتر، 5 سنتيمتر. زين مو أني هنا مو مطيني باء جيم، هنا زين مو مطيني باء جيم، أني عندي خواص رسم المعين، المعين خواصه إنه جميع أضلاعه متساوية، سواء باء جيم، جيم دال، دال ألف، ألف باء، كلهن 5 سنتيمتر، كلهن لازم 5 سنتيمتر. إذا هنا ها صح ما وطياكم بالسؤال، لكن أني من خواص المعين عرفت إنه جميع أضلاعه متساوية، يعني هذا الضلع طوله 5 سنتيمتر، 5 سنتيمتر. إذا نكتب أول خطوة، نرسم باء جيم،
نرسم باء جيم طوله 5 سنتيمتر باستعمال المسطرة، طبعا باستعمال المسطرة. بما أن المعين جميع أضلاعه متساوية، إذا خليت هنا 5 سنتيمتر، هنا قلت هاي الزاوية أبدي أني من عدها، هاي هنا الزاوية أني أبدي من عدها. نقطة رقم 2، نثبت ذني باء جيم، هاي هنا 5 سنتيمتر، هنا هسه وراها أريد أشوف زاوية باء جيم دال. باء جيم دال يقول لي 50 درجة، 50 درجة، أني هالخمسون درجة مين أطلعها وشلون أحددها بكيفي؟ أني أجيب هاي يعني أستخدم المسطرة ويجي أحدد؟ لا، باستعمال المنقلة، باستعمال المنقلة. هنا طبعا ضروري هاي تكون عندكم طلاب، ضروري هاي تكون عندكم طلاب المنقلة ضروري. إذا هنا هاي تثبتون ونهاية هذا الخط، هنا تثبتون هاي الدائرة الصغيرة، هنا تخلوها تحسبون هاي 0 10 20 30 40 50. إذا هاي هنا يجي يكون امتدادها، هاي هنا يجي تلاحظون مرت على 50، مرت على 50 درجة، على 50 درجة. إذا هاي دال، إذا صارت عندي زاوية باء جيم دال، زاوية باء جيم دال. إذا نقطة رقم 2، نرسم من نقطة جيم، أرسم من نقطة جيم زاوية قياسها 50 درجة باستعمال المنقلة، ثم نحدد طول جيم دال وهو 5 سنتيمتر. طبعا هاي كلها تكتبوها يعني الخطوات تنكتب طلاب. وراها هسه أنا حددت، نكتب هنا جيم باء، هنا هذا 5 سنتيمتر، جيم دال ايضا 5 سنتيمتر، والزاوية 50. مجرد هسه هنا ارسم الف باء او باء الف، ذني هذا ارسم هذا الضلع، وايضا طوله لازم شقد 5 سنتيمتر، 5 سنتيمتر، لان انا حسب خواص المعين جميع اضلاعه متساوية، جميع اضلاعه متساوية. اذا هنا هذا الف باء، اذا نرسم الف باء، هذا الالف باء راح يوازي جيم دال او دال جيم، الف باء الف باء يوازي جيم دال او دال جيم، وبطول 5 سنتيمتر، وبطول 5 سنتيمتر. نقطة رقم 4، مجرد اني اصل بين النقطة دال والف راح يتكون عندي المعين، هاي هنا نثبتهن، مجرد أصل بين النقطة دال وألف راح يتكون عندي المعين. إذا هنا طبعا هاي كلها 5 سنتيمتر، هاي 5 وهاي 5 وهاي أيضا 5 سنتيمتر. نقطة رقم 4، نصل بين النقطتين دال وألف أو ألف ودال، فنحصل على المعين، فنحصل على المعين. طبعا هاي الخطوات يعني مو بس رسم، يعني هذا الرسم عليه نص درجة وهذا نص، يعني هاي كلها خطوة متكاملة، يعني هاي مو عبالكم هاي كأنه مثل الشرح، هاي لا لازم تكتبوها بالحل، هاي لازم تكتب من الحل، لأن هم يطوكم منطوق السؤال ارسم المعين، ويطوكم مثلا طول الضلع، يطوكم الزاوية، هاي كلها انتو الخطوات تكتبوها، وهي 4 خطوات وما بها اي شيء، متشابهة تقريبا، متوازي الاضلاع والمعين تقريبا متشابهة. اذا هنا حبايبي ارسمنا المعين طول جميع اضلاعها 5 سنتيمتر، وحصلت على المعين الف باء جيم دال. اللي يحدد لي رسم المعين هي الزاوية، هي الزاوية تحدد شكل المعين، إذا زاوية كبيرة راح يصير من هالجهة، إذا زاوية صغيرة راح يصير رسمه من هذه الجهة. إذا لازم تستخدمون المنقلة، لازم تستخدمون المسطرة بالرسم، يعني مو يكون رسمكم عشوائي. إذا إلى هنا حبايبي ينتهي الدرس، وألقاكم في الدرس القادم، وأتمنى لكم كل التوفيق.